السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن ميزة قفل الملف الشخصي. طبعا انت قبل ما تسمع الفيديو ده دورت على اليوتيوب كتير على طرق قفل الملف الشخصي. كل الطرق بتعتمد على انك بتغير اللغة بتاعتك من اللغة العربية او الانجليزية للغة الهندية او البرمية، وبعد كده بيظهر عندك الاوبشن بتاع قفل الملف الشخصي، وبعد كده بتفعل الميزة. الطريقة ديت ما عادتش شغالة دلوقتي. الطريقة بالفعل كانت شغالة من 7 شهور، وكنت نزلت فيديو ليها على القناة بتاعتي وكانت شغالة مع كل الحسابات، بس الطريقة دي واقفة حاليا وما عادتش شغالة. فانت لو الاوبشن مش متوفر عندك في الحساب دلوقتي اصلا، مش هتتوفر عندك بأي طرق دلوقتي لان مفيش اي طرق شغالة. فانت عشان تتأكد تشوف الاوبشن ده ظاهر عندك، اول حاجة هتعملها هتخش على البروفايل بتاعك على الفيسبوك، وبعدين هتدوس على الـ3 نقط اللي جنب بعض، هتلاقي الاوبشن بتاع قفل الملف الشخصي موجود عندك. لو ما لقيتوش هنا خش على الاعدادات والخصوصية، وبعدين الاعدادات، وهتخش على الجمهور وإمكانية الظهور، هتلاقي الأوبشن بتاع قفل الملف الشخصي موجود عندك. لو ما لقيتش الأوبشن ده اعرف إن الميزة مش متوفرة لحسابك دلوقتي، ولازم تستنى لحد ما الفيسبوك يتيح عليك. إنما أي طرق دلوقتي ما تتعبش نفسك، مش هتلاقي أي طرق شغالة دلوقتي، لأن أنا دورت وبحثت قبلك على كذا طرق وحاليا مش شغالة لبعض الحسابات. فأنت كل اللي عليك إن أنت تستنى شوية لحد ما الفيسبوك يتيح لك الميزة دي في البروفايل بتاعك، وتشتغل معاك بطريقة شرعية جدا وبدون استخدام أي طرق. ده كان الشرح بتاع النهاردة والتوضيح بخصوص ميزة قفل الملف الشخصي. ممكن برضو تتابعني على القناة وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، ولو في طرق جديدة ظهرت هنزلها على القناة بإذن الله. وشكرا.